اليوم قعدت من الصبح كنت حلمان انه انا كنت بالمدرسة. الطلاب اكيد سامعين من اهلكم او من اصدقائكم الكبار او من قرايبكم يقولون الله شقد حلوه كانت ايام المدرسه ودنا نرجع لايام المدرسه. صحيح صحيح ودنا نرجع لايام المدرسه، بس ودنا نرجع لعطل مال المدرسه والفرص مال المدرسه، بس مو الامتحانات مال المدرسه. انا على حظي من كنت بالمدرسه بالامتحانات كنت دائما اقعد على يمنى واللي يقعد على يسرتي يسراوي، يعني ايش ما اكتب ما اشوف اذا اريد انقل. لا تنقلون طبعا. وحظي المصخم البعد اصخم، مره كنت بامتحان مال حساب وحليت الجواب وباوعت على اللي قاعده يمي كانت حاله في شيء غلط، يعني غير شيء تماما. باعت لها يا بلجيكيه شعرها اصفر، قلت اكيد تفتهم، كان انقل الجواب مالتها ويطلع مالتي كان صحيح. قلت لها تعال انت ناصب علي لو شنو. انا بالامتحانات كانوا كلهم مركزين على الامتحان وانا الوحيد اللي اركز على المعلم على مشيته. اسال نفسي هذا ليش اليوم دا يمشي هيك مشيته غريبه. ولا يوم بحياتي اجيت للبنك ولقيته مفتح، حتى ما ادري شلون فتحت يوم من الايام حساب بالبنك. بعدين انا تركيزي كله يروح بالفرصه، يعني الطالب بهذا العمر ما يقدر يركز هم بالفرصه وهم بالدرس. بس احنا شنو؟ انا وبنت عمي مياسه كنا نمثل تمثيل قبل ما يدق الجرس هيك. اكثر شيء كان يزعجني من اهلي قاعدون على مود اروح المدرسه، يلا لولو اقعد روح المدرسه، يلا يلا لازم تروح المدرسه، المدرسه شيء زين. ما كنتوا تجون ويانا مشينا نروح المدرسه، كنتوا بس توصلونا للباب وتعوفونا وبعدين نطلع ها شنو كانت المدرسه، تعالوا طبوا لو طابون شفتوا شلون كانت المدرسه. مره مدرس الحساب طلب انه يشوف امي، فرحنا انا وياها فقعدنا، قال لها بونجور مدام نو زيمون جوست فو دير كو فوتر فيس ا دي ديفيكولتي اون ماتيماتيك، بور سولا نو زافون ديسيدي دو لو بريسكريير دي كور بارتيكولير. فامي صافنا عليه صافنا عليه صافنا عليه، قلت له وي، قالها وي، قلت له وي وي وي، يعني هو غبي من الولادة. حبايب بدون شقة أريدكم كلكم تركزون على دراستكم هاي السنة، ما بقى شيء وخاصة طلاب السادس تحية خاصة، وكافي لعب وكافي انترنت، ترى عندكم وقت هواية بعدين تقدرون تنسون بي وتلعبون بي وتطلعون تفطرون. وإذا عجبكم موضوع الامتحانات وهاي السوالف أنا مسوي فيديو اسمه الامتحان وهسه طلع لكم اللينك فوق تقدرون تدوسون عليه وتروحون تشوفونه، بس رجعوا على هذا الفيديو بعدين. تشحط السيارة شنو؟ هذا بيتروفاي وود، بيسكلي الحلو بيه انه هو من ملايين ومئات السنين جوا القاع، اوكي، ومع الضغط والحراره هاي يصير حجر، يعني هو كان خشب صار حجر. وهذا الحجر كله مينا مطلعته قبل مئات الملايين من السنين، بديت السنين. باعوا هاي المرايه ما يبين شيء، بس دوسون دقمه تطلع لكم مينا. اللي يعرف مينا لازم يشرب قهوه. هاي ليفز شنو هي؟ سبينج ليف. سبينش هاي عود شبرت العائله، المفروض تشتغل بالمعرض وتساعد وش اسمه، قضيتها بس نوم بالمعرض. هاي عود المديره مال الشركه اللي بعد كم سنه. يدخل الاغنيه هنا بالايباد وتنعزف راسا من وحدها على البيانو. اطلع وياه بيجي اشياء. هو مينا ما عندي صبر، اذا شيء ما احبه ما اريد امشي. لانه يطلب شيء، يعني حلو واحد يثقف روحه يشوف اشياء غير، مو كل يوم بس فيديوهات وفلوجات وموسيقى، خلص شيء ديزاين طابوق على راسي. دي اي اف سي وورلد تريد سنتر. يعجبني من الشمس تغيب لان خيالي يصير كلش طويل. ما اجى يوم بحياتي اتمشى بباركينج وما احس روحي بفيلم امريكي. لحظه لحظه راح اسوي لكم لقطه مال فيلم امريكي، لقطه مالها معنى. باعوا 3 2 1. Where am I? I have nowhere to go. What's my name? I can see it. I can feel it. It's somewhere close to me.
They say it's maybe too late, but I still believe in it. نصبت عليكم بابا يا فيلم امريكي. عندي تصوير سريع بس نغير العدسة لان هاي العدسة وايد انجل وانا احتاج عدسة لتكون ماكرو على مود الدوار كله يطلع مغوش. هاي ناس عبالهم جمال الكاميرا هي بالكاميرا، بس هي جمال الكاميرا مو بالكاميرا، هي بالعدسة. الكاميرا مجرد تعطيكم التقنية عم الصورة تطلع good quality. وعارضة الازياء مالتنا اليوم وديان باي اي جي اريبيا، افضل ريحة بالعالم. اوكي اتصور الانجل صحيح، تصوير خلص كان توب. هسه رايكم صور على السريع. وهاي الصور ورا الاديت، شنو رايكم؟ اذا تذكرون قبل فلوجين سوينا انا ومي الا هسه ها قعد الصبح قال اليوم لازم اخربش على الفيديو مال لؤي. يلا اذا تذكرون قبل فلوجين انا ومينا سوينا اكله، الفيديو جهز وهسه راح اوريكم اياه. جاهزين؟ لا 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 جاهزين لو لا شوفوا اخر لقطه اخر لقطه اخر لقطه فرحان كلش فرحان مسوي فيديوهات هواي احلى من هذا، بس هذا اللي اول مره اسوي هذا الستايل مال الفيديوهات، فانجاز جديد. ثانك يو. اوكي بنت خالتي اجت من السويد وهي مخطوبه لفهد اللي هو عايش بدبي، وهسه راح يلتقون ببيت بنت خالتي رند اللي هي اختها. فراح اروح العزيمه، مو انه جوعان ومو انه اريد يعني اروح العزيمه، بس اروح اشيك خاف فهد قاعد قريب عن رؤى واحنا ما عدنا سوالف. خزان جرح قلبي من عذاب. اي اي ظل ظل قاعد يا موليد غازل يا وليد، بس ما تتقرب من بنت خالتي. وجهي اغسله شعري لو قاعد من مطلع. ليش؟ حط عيني على شعري. سبته ونت اصلع، انا شنو؟ جواب. المشاهدين اذا عندكم بطل مي يتزقون الجراب مال وليد. واليوم اريد انهي هذا الفلوج بسؤال، وهذا السؤال يقول شنو الشيء المهم اللي يخلي الاهل اهم من الاصدقاء، وشنو الشيء المهم بالاصدقاء يخليهم اهم من الاهل؟ وهذا الفلوج راح ينتهي هسه.